عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء مع الجمعيات الغير الحكومية لاطلاعه على ما قامت به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. طبعا الحل هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد اللقاءات التي عقدها المجلس مع إدارة الأمن، الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي وإدارة السجون في لتطوير أولا تطوير عملنا المشترك وكذلك تطوير تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. طبعا الحل هذا اللقاء عن جوج ديال نقول الأهداف الرئيسية. أولا الهدف الثاني، الهدف الأول هو تقديم هذا المسار الذي خلال هذه الولاية للزيارات التي قامت بها الآلية لتوصياتها لمدى تفعيل التوصيات من طرف المسؤولين على أماكن الحرمان الحرية. والهدف الثاني كذلك والذي نعتبره أساسي ومؤسس هو أن توصية المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب كان إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. اليوم تم المصادقة على الـ على الـ على البروتوكول وتم إحداث الآلية واشتغلت الآلية وتمكنت من إنجاح مهامها للقطع تماما مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانت سابقاً.